قلت لحضراتكم انه كانوا محتاجين بس وقفه كل واحد ياخد نفسه ويسترد قوته ويسترد عافيته مره تانية ويرتب اوراقه والجهاز الفني كمان يمكن كان في حاجه مثل للجاب دي وان شاء الله باذن الله من النهارده تكون بدايه انطلاقه جديده للمرد الاحمر وان شاء الله في مباراه فيتا كلوب يبقى بدايه ان شاء الله مشوار التتويج ب بطوله افريقيا الحقيقه يمكن في يمكن نقطه مهمه جدا ويمكن انا وساره في السادسه وعلى مدار فترات طويله حتى من قبل نهايه الموسم الاخير موسم الثلاثيه كنا بنتكلم على انه في حاجه صعبه جدا هتواجه الكره في مصر بشكل عام والنادي الاهلي بشكل خاص وهي فكره تلاحم المواسم وكنا شايفين ان الموسم ده هيكون صعب جدا ومعقد جدا للنادي الاهلي لانه هيبقى عنده مشاركات في عدد كبير جدا من البطولات منها بطوله كاس عالم انديه منها بطوله نسخه جديده دوري ابطال افريقيا هيكون عنده ماتشات تتويج زي السوبر مصري وافريقي وهيكون طبعا عنده البطولات التقليديه الدوري العام المصري وكاس مصر وده في حد ذاته وانت مفيش فتره بين الموسمين تقدر تريح فيهم وتعمل فتره اعداد وتجهز لعبتك بدنيا بيبقى مشكله كبيره جدا وده انا بحس يعني كان الله في عون اللعيبه احنا مستنيين منهم طبعا التوب فور مستنيين منهم اعلى مستوى في كل ماتش بيلعبوا فيه لكن الحقيقه ده مجهود بدني رهيب جدا حاله تركيز مستمره كبيره جدا عشان كده الخبر ده في منتهى الاهميه الحقيقه وده يمكن مرتبط بالكلام اللي ابتديناه انا وسارة في الحلقه النهارده فكره المنظومه وفكره الاحترافيه في الاداره. النادي الاهلي اتفق مع واحده من الشركات العالميه الرائده في تكنولوجيا الاجهزه الطبيه، اتفق مع شركه انها تورد اجهزه طبيه جديده بتشتغل او مهمتها الاساسيه انها تشتغل على سرعه عمليه الاستشفاء الخاصه باللاعبين خصوصا المرتبطه بالاصابات العضليه. الحقيقه ان الاتفاق ده جه في اطار خطه النادي الاهلي فعلا ان هو يطور المنظومه الطبيه للفريق الاول لكره القدم وكمان يواكب التطورات العالميه الخاصه طبعا بالجوانب البدنيه دي للعيبه كره القدم زي ما موجود في في العالم كله الدكتور احمد ابو عبله كان طلب ان هو يتعاقد مع الشركه دي علشان تورد الاجهزه الطبيه اللازمه وبالفعل مجلس اداره النادي الاهلي استجاب واتفق فعليا مع واحده من اكبر واكثر الشركات العالميه تطورا في المجال ده صحيح